اخبار اليوم. يعني انا عايز اقول لكم ان في النهايه عملنا الحد اللي يضمن سلامه الضيف، مش اللي ممكن يضر الضيف. ادي حاجه. الحاجه الثانيه، انا كنت حريص تماما ان ابقى الضيف اللي يجي البرنامج عندي، وخلي بالك من الجمله دي، الضيف اللي هيجي البرنامج عندي البرنامج يضيف له ما ياخدش منه رصيد. يعني انا الضيف اللي جاي سواء نجم كبير او نجم صغير او ممثل لسه جديد، البرنامج يضيف له ما ياخدش منه، يضيف لرصيد. الناس ممكن تتعاطف معاه. سر نجاح الحكايه دي، سر نجاح ان في حتتين، حقيقه في حته وحشه وفي حته حلوه. عنصري، تحبوا ابدا بالحلو ولا ابدا بالوحش؟ ابدا بالحلو ولا ابدا بالوحش؟ الوحش ان احنا بقينا عندنا حته، يعني زي ما تقول ايه، بنحب الاذيه شويه، واخد بالك؟ لا، بنتبسط لما نلاقي حد قدامنا كويس، وخاصة لما يبقوا فيدرز ومشاهير وحاجات كده، والاقيهم بتاع كده. يعني في حته كده عند بعض الناس اللي هي وفي حته ثانيه، الحته الحلوه اللي بقول عليها، وهي اغلب الناس فعلا بتبص لها بشكل كبير، وخاصه الجمهور بقى اللي هو بتاع البيت الحقيقي، اللي هو بتاع التلفزيون، اللي هو الست الفلانيه والهانم الفلانيه والشغاله اللي في البيت والبواب اللي على مش عارف ايه والاطفال اللي عاملين ازاي والحاجات، كل دول بيحبوا يشوفوا النجم بتاعهم في لحظه ضعفه بيبقى عامل ازاي. حته كده بتخليهم يقولوا الله، ده مش يعني ده بني ادم، وممكن يعيط وممكن يصوت وممكن يخاف وممكن بتاع، امال الله طالع بيضرب على الشاشه وطالعه ست قويه وبتعامل الرجاله مش عارف ازاي، وهي يعني غلبانه، لان انطباع الناس ساعات بيتاخد من ادوارهم. بيلاقوا بقى هنا الفنان اللي قدامهم وهو في لحظه ضعف، بيكتشفوا الفنان الحقيقي اللي من جوه، بيكتشفوا الانسان اللي من جوه. صحيح ناس كتير جدا بتتصدم بسبب الالفاظ اللي بتطلع، بس احنا طبعا ما بنطلعهاش لانه غصب عنهم، يعني ممكن ثلاث ارباع تي 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 يعني لازم طبعا نعمل، بس لان في فعلا في الفاظ غصب عنهم، الحكايه مش سهله، يعني بيطلع حاجات الفعال بقى اللي هو بشكل طبيعي، وتلاقيه بكى وتلاقيه صوت وتلاقيه تاخد وتلاقيه قلبه تعبه وتلاقيه نفسه مش عارف حصل له ايه. الحاجات دي كلها احنا شفنا هذا الشخص اللي طول عمره على الشاشه جبار وقوي ومش عارف ايه، ويتقال عليه مش عارف ايه، وطالع فيها ومغرور ومش معبر حد وما بيحبش يتصور مع الناس ومش عارف ايه، والكلام ده كتير قوي تلاقيه متنطور على الحواديت بتاعت الناس كلها، سواء على النت او على التليفونات او على الحكاوي على القهاوي او في البيوت. انما لا، بيشوف الفنان قدام عينيهم، البني ادم البسيط بتاعهم اللي هو بيطلع من جواه، العنصر الضعيف اللي جواه شكله عامل ازاي، بيبينه على الحقيقة. الفيديو ده انا لا يمثل اي شيء بالنسبه لي، لان كنت متوقع ان هيطلع اكتر من كده بكتير. يعني اول ما حصل نجاح اول 10 ايام وعدينا ال 30 مليون مشاهد على اليوتيوب، والنهارده داخلين قربنا من ال 40، احنا كل حلقه اقل حلقه بقت المشاهده 2 مليون، وده حدث لاول مره بيحصل، لاول مره بيحصل في ظرف عدد ايام قد كده يحصل ان احنا نقترب من ال 40 مليون مشاهد على اليوتيوب. لما يطلع لك السيرش بتاع جوجل انه يبقى على مستوى العالم العربي هاني في الادغال، فده حدث. فانا توقعت ان هلاقي من الفيديوهات ديت بدل الفيديو ميديا، هلاقي من الكلام والاشاعات بدل البتاع، لان النجاح بيزعج ناس. لا نقاش، مش كل الناس هتبقى صافيه، ومش كل الناس هتبقى حابه النجاح للاخرين، او مش كل، لانك انت زي ما بدانا وقلنا ان في صراع،
وانا عارف كويس جدا نهايه الصراع ده ايه، ولا يساوي يعني، ولا يساوي، ولا تقعد تهري وتركض في نفسك وتقعد تطلع القطط الفطسانه، ما تتفرج وتستمتع. مش قادر ليه؟ ليه نفسيا مش مسامح؟ ليه نفسيا مش متقبل؟ طب بتقعد تتفرج ليه لو البرنامج قدام عينك؟ انت بتقعد علشان تطلع القطط الفطسانه وتدور هنا وتدور هنا وتدور هنا. عرفت ان فنانه كبيره وقديره وعظيمه الزمن يعني خلاص، اللي هي كانت بتنتج للسينما وكانت ليها باع طويل جدا وكانت نجمه مصر، في لحظه من اللحظات مش لاقيه تم العلاج والنقابه مش قادره تسد. فانا المشروع ده انتاج النقابه وبيعال الحياه للنهار. فانا لما عرفت اللحظه ديت كده، فانا قلت لهم انا هعمل روايه واحده ومتبرع هتولي فيها اعلى اجر تقدر تجيبوه، ومتبرع بالاجر ده وبالروايه ديت لصالح صندوق علاج الفنان. بس فهي روايه واحده، ولذلك نزلوا الدعايه بان انا من ضمن اللي هيعمل الحكايه. انا فعلا وبصدق شديد كنت ناوي اعمل هذه الروايه، وحتى هذه اللحظه لو طلب مني ان اعمل روايه اعمل اي حاجه ويبقى العائد بتاعها لصندوق علاج الفنانين، لان الناس فاهمه ان الفنانين الكبار دول عملوا فلوس كتيره. بالعكس كان زمان لما يقولوا ليلى مراد اخذت 10,000 جنيه فيقولوا ايه 10,000 جنيه ده يقعد يشتغل بيها السنه كلها وما يجيبها، يعني كانت بتبني عماره 10,000 جنيه بتبني برج كبير. طيب النهارده لما يبقى في اخر حياتها لا تملك ثمن العلاج، وان العماره اللي هي بتاعتها في جاردن سيتي العائد بتاعها ما يجيبش ثمن علبتين دواء، يبقى النهارده الناس فاهمه ان العالم ديت ياما كسبت ياما راح ياما خدت ياما بتاع، انما هما في الحقيقه اللي خدوه زمان العايا النهارده اغلى منه. الزمن فعلا غدار والعجله دواره. النهارده انا واقف على رجلي، بكره ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل. مليون الميه لازم اعيا، لازم اتعب، لازم مش عارف ايه، اللي انا كسبته النهارده يمكن ما يكفينيش بكره. فهي الفكره في ايه؟ هي مبدا ان النهارده الناس فاهمه ان الفنانين دول ياما هنا ياما هناك، انما هم فعلا غلابه. اللي بتكسبه النهارده يمكن ما يكفكش بكره. ابوت اضطراري خدت فلوسي، لكن انا السنه دي مع شركه ثانيه. ف عاملين نظام في الدفع. هل كان في عرض من ام بي سي انك تبقى موجود معاهم؟ هل الاشكاليه دي زعلت حد ان ليه تروح تعمل برنامج منافس لرامز وهو رامز عندهم؟ الدنيا مشيت ازاي معاك؟ يعني ازاي قادر تعمل حكايه من غير ما حد يزعل؟ اصل ده لازم هيحصل وانا لا ماليش دخل ده. ما هو انا عايز اقول لك على حاجه، انا لو كانت الفكره مش عجباني ما كنتش عملتها. يعني اصلا ولا باصص للقناه دي ولا القناه ديت ولا الصراع ده ولا الصراع ده ولا ده هيجي عليه اعلانات قد ايه وده هيتشاف قد ايه وده مش هيتشاف ولا ده هيحصل ولا الهوى. لو الفكره دي ما عجبتنيش مش هعملها. انا لما الفكره عجبتني قعدت اقول ايه؟ يا رب تعجب الناس، يا رب تطلع حلوه وتعجب الناس. وفعلا نيتنا حلوه وكلنا اشتغلنا بنيه صافيه فعلا. فهي المسألة مسألة إن التوفيق بقى من عند ربنا. لكن فرضا كان اختياري غلط. يا على الكرابيك بقى وعلى السكاكين اللي هتكتر وعلى يعني عشان كده بقول يا رب تعجب الناس. أنا مش ضامن. أنا بسعى. أسألك على الصراع اللي كنت بتكلم إن في صراع أقوى بعد عرض البرنامج عن الصراع اللي أنت كنت بتعنيه ان الفنان يحصل له حاجه. ياسر نفسي ياسر اللي بيحصل هو الفيديو اللي طلع قال لك فبراكت البتاع هو ده مش صراع طبعا. هو ده نتيجه ايه؟ مليون الميه لو انت نجحت في ناس هتتضايق. طب مليون الميه مين اللي عمل الفيديو؟ اولا تعالى بقى حلو قوي، انا ما اعرفش مين اللي عمل الفيديو، لكن اللي عمل الفيديو ده حد متخصص قاعد لك في مش عارف. حتى الصوت مش مصري. انت لو تلاحظ الصوت اللي جاي ده مش بتاعه، وراح حاطط لك خيال الراجل من ورا وبتاع وشغلانه وحاجات. انا ما انكرش
ان المدرب تدخل. انا بقولها لك اهو, المدرب تدخل, الا ان في ارواح عندي. سيب الناس تموت يعني. ههزر, مش ههزر. في حلقات باظت مثلا؟ ايه؟ في حلقات باظت وما ذكرهاش, او ان انتوا حصلت فيها مشكله كبيره يعني من السبب؟ خالص خالص الحمد لله كله عدى على خير. انا حتى اقصى شيء حصل ان زي ما بقول لك مصطفى قمر وسامح حسين نزلوا وكان الاسد موجود, ما كانش لسه دخل, كان ممكن الاسد يبقى في هوا واخده. طب انا مريت بنفس اللحظه, انا مريت بنفس اللحظه في البرومو, فتحت الباب وكنت متخيل ان الاسد على بعد, كررت البتاع 3 مرات بس الكاميرا مش عارفه تجيب الاسد وهو على بعد, فقال لك هنقربه شويه, هتفتح الباب تصرخ وتقفل على طول. يعني انا ما اعرفش هتصدقوني ولا مش هتصدقوني ولا اي حاجه, بس اقسم لكم ان مدرب الاسود انا فتحت لقيته على بعد متر مثلا او اقل من متر شويه, ولقيته ابتدى يعمل كده. انا صرخت ورحت قفلت, الاسد نزل عينه سنين. ادي لي البرنامج ووضعتنا كده. بص طالما عمل كده عمل فوكس على الفريسه, بيقول لي اقل من ثانيه تبقى فوقه اول ما يغمض او مخبط. هو بقى المدرب بتاعه حافظه, بيقول لي انا حافظ نظراته وحافظ احساسه وعارف دقه قلبه عامله ازاي وعارف الهمه بتاعته بتبقى عامله ازاي. راح عمل ايه من على بعد, من على بعد طبعا ده مش باين قدام الكاميرا, من على بعد راح رماله كم لحمه عشان يلفت نظره, ما راحش اللحم, طلع عايز الراجل ده جابه من وينط على الباب عايز يجيب الخوص ده كله عشان يجيب الناس اللي جوه. شوف وده تصور وعايز اقولك يعني طبعا من حسن حظنا ان المشهد ده طلع قدام الناس. انا لو كنت حكيته كده ما كانش حد هيصدق, انما البرومو طلع المنظر زي ما هو, لكن التفصيلة بقى ان اقل من ثانية كنت هبقى بوقه. دي حقيقة تجربتك انت. دي تجربتي انا. فانا عايز اقولك ان تخيل مثلا ده برومو, تخيل مثلا لما يبقى الضيف بتاعك بقى على الارض يوم ما هيحب يجري ويفتح باب العربية ويدخل يستخبى جواها كل عام. لا يمكن كان يعني الاسد اسرع منه. طيب. لا انا بس عاوز اقول لك حاجة هنا علي فعلا قالها الاستاذ هاني. محمد الحلو اللي هو مدرب الاسود والنمور كان جه يدخل الجيش, فهو مربي شعره, فأم كلثوم توسطت عند وزير الدفاع ان محمد الحلو ما يتقص الشعر, لان لو تقص شعره الاسد هيعرف مش هيعرف. شوف دي حاجه يعني سبحان الله. الثقه يعني خاصه ان هم من جنوب افريقيا, منين جات لك الثقه في الناس دي ان هم مش عايز حد؟ يعني لو قلنا الحلو وكده فهم معروفين الناس دي مدربين اقوى. لا وليه احنا بنصور ليه بنصور مش عند الثقه دي؟ ليه بنصور البرامج اللي جات للثقه ده بره؟ ما جاتليش ثقة. ما عندناش الاتموسفير ده خالص. وبعدين في حاجة كمان من أسرار نجاح البرنامج ده, إن البرنامج عبارة عن فيلم سينما صغير. صح. في بيوتي شوتس, في طبيعة, في حيوانات بتجري, في مناظر أنت مش عايشها هنا في مصر. إن وبعدين لو تلاحظ إحنا العكس, إحنا عكسهم تماما. احنا الاسد بيبقى جوه القفص والبني ادمين هي اللي في الشارع وهي اللي ماشيه في الحياه الطبيعيه. هناك العكس, انت اللي بتبقى جوه القفص وهم ودي بلدهم, هم اللي منطلقين. فاهم؟ شوف الفرق عامل ازاي. ولذلك انت ما بتقدرش تنزل تمشي على رجليك كده. في شطات انا صورتها ومش عايز اقول لك يعني فعلا في مخاطره. انا كان ورايا الحمير الوحشيه اللي هي الزبره, وانا بقدم المقدمات في غزلان وفي زبره وفي بتاع وحواليا, عملت برومو مع حمار وحشي اتلغى. دخلت ما لقيتش فيها بلاك اوت, يعني ما الازاز ما فيش ستاره تضلم. طب انا بحب انام في الضلمه. قالوا لي لا ده احنا هنصور من 5 الصبح ومش عارف ايه وبتاع, ما ضلمت ايه؟ قلت لهم لا احب انام في الضلمه. وانا بتكلم كده لقيت حمار وحشي باصص لي من الشباك. سيبك من الضلمه, مين دول؟ والله ده حصل بامانه. رحت قلت للناس اللي معايا حدش يفتح الشاور, محدش يعمل اي حاجه خالص, انا عايز انام من انا عايز اروح فندق عادي.
انا قعدوني في فندق عادي انا عايزيني ابدع ما تعيشونيش في خوف صح. لكن انا فعلا فعلا الاتموسفير مش سهل مش سهل خالص. وبعدين كل الفنادق هناك عباره عن حاجات كده يعني شبه بعضيها. المهم يعني اللي عايز اقوله لك ان انا صورت في وسط الزبرة والحاجات دي كلها وبينطحوا وبيعملوا حاجات زي كده وانا قاعد عليا اني اقدم المقدمه ومعايا 20 حمار وحشي وورايا غزال ورايا مش عارف ايه ومش عارف ايه اللي ممكن يحصل والمخرج في دماغه يعني طب يا عم خدني وخدهم هم على بعد مثلا لا يعني ده بص ده لو طلع على الشاشه بتاع يعني هو بيدور كمان على شطات مش مجرد مقلب وخلاص عشان كده بقول لك عامل زي الفيلم الصغير كده والمقلب في الاخر خالص. من الحاجات اللي مثلا الاطفال حابينها قوي حته انهم يشوفوا الغابه ويشوفوا الحيوانات والحاجات دي كلها المعموله بتاع البرنامج حلوه قوي بالظبط. فهي الحكايه كده. طبعا في جزئيه انتوا ما سالتوش عليها ان التتر مسروق ما احنا محرجين يعني عادي جدا معلش انا يعني مش عايزين نكون قاسيين بص احنا محرجين انا مش عاوز اقول لا لا عادي جدا عمال ابص لسلطان وسلطان يبص لي احنا مقتنعين بس ان هو مسروق نص الدراما في مصر مسروق لا لا انا عايز اقول لك على حاجه هو فعلا في اربع شطات في التتر متاخدين من الفيديو بتاع اسمها ايه كتبير اربع شطات بالملي والحق يتقال ده اللي عمل التتر الجرافيك خد دول وحطوهم وقال ده ايه يعني ايه المشكله دي يعني كليب وبتاع لكن كتبير معاكم برده كويس كتبير كانت هانت مصر برده الفيديو ليها اغنيه ما كانت تلعب في الهرم. اللي انا عايز اقوله انا شخصيا انا عرفت بعد كده ان الشطات ديت متاخده من والراجل حتى لما كلمناه قلنا له قال لي ده الاربع شطات بالملي.